السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا هذا الجهاز من نوع LCD صابة 22 بوصة. الجهاز بعد تركيب الفيشة نقوم بتشغيله، يعني 3 ثواني ثم تختفي الإضاءة، يعني إضاءة الخلفية فهي تختفي ويبقى الصوت. سوف نقوم بتجربة الجهاز. هكذا ثم تختفي ويبقى الصوت. سوف نقوم بفتح الجهاز. الجهاز بالداخل ماين بورد، وهذه علبة التغذية مدمجة مع الانفرتر، فهي تحتوي على 4 مصابيح لإضاءة الشاشة، وهذا محول انفرتر الذي يقوم بتغذية الخلفية إضاءة. سوف نقوم بفك من هذا الضوء. بعدما قمت سابقا بأخذ جميع القياسات فهي موجودة، فغالبا المشكل من إحدى اللمبات بها خلل. سوف أولا نقوم بمراجعة رقم IC المتحكم في الإضاءة. كما تلاحظون هذا هو IC المتحكم في الإضاءة، رقم IC كما تلاحظون، فلقد قمت بكتابة هذا الرقم IC FAN7314، هذا هو رقم IC. بعد مراجعة أي مخطط IC، فوجدت أن بإلغاء الحماية مؤقتة في الرجل الأولى البين رقم واحد، فضلت أن أقوم بعمل مقاومة 10 كيلو بوضعها على هذا النحو من المكتف، الجهة المقابلة للرجل IC بين واحد مباشرة على الأرض. سوف نقوم بتجربة لحذف هذا الخطأ عند القراءة. بعمل مقاومة على هذا الشكل
عمار. السلام عليكم. كما تلاحظون فهي مقاومة، قيمتها 10 كيلو، بين طرف واحد مقابل الأرضي على المكتف السيراميكي. سوف نقوم بالتجربة. السينمائي راس الماتي من هذه اللقطة الطويلة استعراض براعتهما الفنية، وإنما أن يعرف المشاهد منذ البداية أن قدر الشخصيات في الفيلم مصيرها مترابط ببعضها البعض حتى النهاية. فعندما لم تكن لدي متوفرة لدينا لمبات الجهاز في حجم 22 بوصة، فهذه طريقة تنفع مؤقتا لتفادي قراءة الخطأ على اللمبات. ستنفجر بعد 3 دقائق. خلال هذه المدة كما تلاحظون الجمهور في أقصى حالات الإثارة، يرغب في أن يعرف الأبطال وينتظر ما سيحدث في اللحظة القادمة. الجهاز شغال تماما. تظهر براعة ويلز في قدرته على إعطاء الجمهور كل المعلومات عن المشهد وشخصياته رغم عدم وجود قطعة المونتاج. استغرق تصوير المشهد ليلة بأكملها.